deux, trois, taxi, taxi. Taxi. Merci. On va monsieur Chapin. Faklarikum. Faklarikum. حقيقة على الآن أريد أن أشكر الرابعة الآن لأنه علاش الآن لأنه الشعور بواحد المتعة بواحد الإحساس الجميل جدا أنك ترجع بالذكريات ديالك بهذا النوستالجيا اللي فعلا يقشعر يعني تتبقى واحد الوقيته كتجيك واحد التبوريشة أنك كتعود السنوات الجميلة جدا هنا في هاد الطوابل هادو الى في حنا كان ما كانش عندنا السيلو كان عندنا الريشات وانا كنا كنخدمو كنا كان البلاصه ديالي كنت في العربيه شويه كناكل العصا لانه كان عندي الشكل ضعيف فكنت كنتحمل في 7 الصباح ولا حال بارد وانا في دي بوت كان عندي لي بوت حتى لهنايا لانه كانت الشاور ديالي كتعرف الماء كنجيبو لي بوت وكنحيدو البوت والبوت ديك الساعه ثمنه قليل ولكن ما ادراك باش تحيد البوط وتمشي تاكل واحد طرح هاد العصا باش تتعلم الشكل من قواعد اللغه العربيه. هنا في هاد القسم هذا كانت عندنا كان عندنا المداد والمداد كان عندنا الدوايات هنا وكنا كنتكلفوا بالقلوعه ديال الميكا كان عندنا الدوايات كان عندنا الريشه ديال اللغه العربيه تنظن شو تعرفوا ولا لا ريشه غليظه باش نكتبوا وهاد الريشه غليظه ملي كديرها في المداد كتهز الا غلط تيهز ليدام تيهز بزاف ديال المداد تيخصك بالمسافات تكون حريص انك ما تطيحش المداد على الدستار ديالك والا غادي تاكل الطرحه ديال العصا فكانت التركيز شوف هذا المعنى ديال المداد واش كان تيلعب الدور ديالو انك كتلعب واحد الدور ديال التركيز والتركيز هو اهم شيء في الحياه يمكن الانسان يكون حاضر في القسم وجايب ادواته وجايب كتوباته وجايب لابس مزيان واكل في دارهم مزيان وعنده الفلوس في جيبه ولكن الا ما كانش مركز غادي يكون بحالو بحال الصنم راه في القسم والاستاذه راه كتعطي الدرس ديالها ولكن لمن بحال كتعاود زابورك داود ما والو كتهضر الاستاذه ما كاينش تركيز فالتركيز كتبدا ان احنا من الاقلام يعني ملي كتهز الشوكه تخصك تركز ان المداد ما يطيحش لك فسميتو المداد ديالها وتسب اللغه وكانت الشوكه ديال اللغه العربيه الفرنسيه رقيقه فين تخفين معاش على الشعريه رقيقه الفراغ غليظه هاد القضيه خصنا نرفضوها فكانت رقيقه مزيان كانت كتهز المداد بزاف وكنا كنكتبوا بها كان الطباشير طبيعة الحال في اللوحات ديالنا كنت الان كل كيستعمل الطباشير كل كيستعمل السلفات لي زاردواز ديالكم دابا عندكم الطباشير الطباشير دابا راه تبدل ولا فيه انه ما فيهش الغبره ما فيهش سميتو كانت عده امور جميله جدا كانت معامل هنا في المدرسه كيقوموا بها بزاف الاطفال الجميل جدا اللي كان هو انه كان في اخر سنه كان مخيمات ضروريه للاطفال خاصه الاطفال اليتامى انهم يمشيوا المخيمات لان ما عندهمش يمشيوا العطل وكنت انا واحد منهم فالمخيم كذلك لعب دور كبير دور رئيسي في التربيه ديالي في التربيه ديالي في مساري الحياه الفنيه لا بابا تاهي ما زيد دخل عرفتي يا ماما دخلي انت وانا نتسناك تخرجي على خاطرك ايوا خلاص نتسنى لا تزيد دخل عرفتك بابا دخلي لقيتي ظريف عيطي لي ندخل عمو بغيت نسولك على واحد الحاجه اسال اولدي اسال حنا راه انتشار التلاميذ والاباء اسال اولدي واش هنا عمو مسموح النقي عليك من سلام يا ارض اجدادي ففيه كتاب المقاب وطاب انشادي بنت فيك المهم يمكن شي نهار نجيو نديرو واحد الحصص وغتكون على الراس انا نديرو حصص الاناشيد القديمه اللي تعلمناها في المخيمات اناشيد جميله باللغه العربيه كاينش غير اللغه الفرنسيه تبارك الله عليكم نتمنى لكم النجاح نتلاقاو ان شاء الله نلتقاكم كفنانين لما لا كمهندسين كاطباء
أساتذة كناس مبدعين في البلاد هذه إن شاء الله بحول الله قوته. ولكن باش نوصلوا لهذه الدرجات هذه تنظن ولا سمحتي الأستاذة أنني ناخذ ولو يعني وقت وجيز ونقوم بالدور يعني ديال الأساتذة مشكورين اللي فعلا في هذه المناسبة. أريد أن أشكر الأساتذة ديالي اللي قريت هنا في ابتدائي ديالهم جميعا اللي باقيين حيين الله يطول عمرهم اللي ماتوا الله يرحمهم مساكن. أساتذة اللي فعلا قاموا بمجهود جبار من أجلنا من أجل هذه البلاد ومن أجل أننا نكون في المستوى. الآن ملي كنتلاقى مع المعلمين ديالي منهم سي عمر منهم سي بجمعة ما تصوروش الفرحة ديالهم كيف فرحوا بي أنهم أنني قريت عندهم وتلاقيت بهم أنهم فرحانين بيا. وهذا كيخلي أنني نحس بواحد الاعتزاز بواحد الافتخار أنني استطعت نرد ولو شيء بسيط للمعلمين ديالي أنني نقول لهم حتى أنا نرديكم المتعة اللي من أجلها ثم حيدتها باش أعطيوها ليا. تنظن أنه أحسن ما يمكن يتقال في بالنسبة لكم أنتم كأطفال اللي جايين. أنا بالنسبة لي يعني توا بالتجربة ديالي الصغيرة اللي دوز كنظن بأنه أهم شيء الآن في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه هو الأخلاق. إلى مشيت لكم الأخلاق مع كامل أسف هذا الشيء كل شيء. إنما الأمم الأخلاق إن بقيت إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. تنظن الأخلاق يمكننا نوصلوا لجميع المستويات. هذه نصيحتي لكم نتمنى لكم النجاح وشكرا لكم بارك الله فيكم. شكرا استاذ بارك الله فيك. بارك الله فيك وشكرا على هذه الزياره. شكرا لكم على الفرصه السعيده اللي زرنا فيها فنان من الامثال ديالك وحنا راه فخورين بهذه الزياره. بارك الله فيك استاذ تعبك فخور وسعيد بهذا اللقاء ديالكم. الله يعاونكم وشكرا لكم بزاف. بارك الله فيك شكرا لك الله يحفظك. سي عزيز العلاوي تشكر بزاف للحضور اليوم. انا سعيد بزاف حيت تلاقيت به مع عمري شفتو اول مره. انا سعيده بزاف اللي عندنا الاستاذ عزيز العلاوي اللي قرا في هذه المدرسه وتخرج منها. تنتمنى حتى هذا الجيل كما يتخرجوا من هذه المدرسه ممثلين وفنانين. سلام عليكم. يا 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 سلام عرضكم نجيبوا ان شاء الله شي حاجه نجيبوا شي عمل الاطفال ونجيب الله نجيب لكم على الاطفال ونشوفوا ان شاء الله. هذا هو العام دابا نحاول نكملوا الشيخ مع الاستاذ ونقدموا هنا في المدرسه. يلا تفضل عليكم الله يعافيكم. السلام الله يعافيكم. معكم نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج عالم إيمان. رحم الله الفنان عزيز العلوي الذي ستبقى أعماله راسخة في أذهاننا وعزيزة على قلوبنا لترسم الابتسامة دائما على وجه كل صغير وكبير. كان بكم موعد الأسبوع المقبل أصدقائي فكونوا في موعد.